وكل الناس اللي مشوا مشوا من الايام كلهم، حتى احجار واخوه كل ده كان ايام اللجان طفشوا يعني، عملوا عقود بره جابوا ورا. احنا بنحاول نلملم زي ما قلت، احنا بنلملم الفرق دلوقتي كل الفرق. فانا كلمته واستاذنته قلت له ما بيني وبينك وبين الزمالك وشعب اسكندريه المحترم كتير، وانا راجل كنت راجل وكيل اول ياما في اسكندريه بعد الاسماعيليه، رحت اسكندريه وليا بيت في اسكندريه من 78. اللي بيني وبين مسامحي واسكندريه والزمالك كتير. قلت له طلبت حازم امام الدكتور، وكل مره تقول لي الاتحاد هينزل درجه ثانيه، خالد قمر، اوباما، سيسيل، محمد عبد السلام، شباب. قلت له عايز تخسر نادي الزمالك عشان لاعب سله؟ ده انت اصلا اللاعب ده عندنا انت غالبني. فانا بطلب منه ثاني، اللي بين الزمالك كنادي كيان والاتحاد السكندري واسكندريه كتير اكبر من اي لاعب. انما لما تيجي تكلمني عن اللاعب انت عايز توقف الوقت؟ اه يتوقف ويرجع لنادي الاصلي، رايح بتقول كده. اتمنى الموضوع ده يخلص. وانا حتى قلت له يعني قال لك مبتدا عرض عليه شيكابالا لو عايزه. هو شيكابالا محل عرض عيب. وانا بقول لك بعض الصفحات للاسف تنتمي للزمالك بيقعدوا يضربوا اخر. انما هو عايز تسيب. انا جبت السي قلت له لو عايز تكمل في اتحاد اسكندري، اتحاد اسكندري ده اخو نادي الزمالك. انا قلت الواد كده الواد موجود. فارجوك في الاخر محمد يعني خلي علاقات محترمه بينا ومحبه بينا. وطيب ايام اللجنه خد حكم زي ما كل الناس خد احكام. ما هو انت دلوقتي لما يكون عندك قضيه ما تروحش، ما تقدمش مستندات، حتى كان ضدك. وطيب دلوقتي بيحاول انه يصطلح، لان تقدم تقرير الدكتور ان هو رفض يعمل العمليه وهرب، ومتقدم تقرير المدير الفني ومدير الكوره ايامها ان اتعمل له محاضر راح له انذارات وفلوسه محطوطه له، خلي بالك هو اللي هرب. فالقضيه قلبه كده ما تقلقش. دلوقتي كلهم وافقوا انه يتحل، بس ده مش محل. وبالنسبه لسيف على فكره، سيف الجزيري الولد لانه واحنا مش موجودين فحد فاهمه ان احنا مش طايقينه، فهو كان بيقابلني يطلع من الملعب او ما شفته مش راجع تاني. فانا لاحظت الموضوع ده ثلاث اربع مرات، فانا جبته ولد مؤدب يعني. قلت له انت بتعمل كده ليه؟ يعني ايه مين فاهمك ان انا بقع واخد منك مواقف؟ يا ابني انت لاعب محترم وشفناك في المنتخب وشفناك في البطوله العربيه ومش هتمشي لان مستواك بيرتفع وبيجيب يوم ملعب فدانا لو تفتكروا. ما اعرفش ايه الحركه دي، كل واحد يجيب جول يقلع ويعمل لي يعمل كده تمام. قلت وبصراحه من يوم ملتزم مستواه ارتفع. ليه؟ لانه كان هي حاجه نفسيه بالنسبه لي. سيف لاعب كويس جدا جدا. هل اشرف بن شرقي عاد يخلص 30/6 ولا زي ما لا لغايه نهايه الموسم. حتى نهايه الموسم. حلو. الموسم ده هيقعد لغايه شهر 12 تقريبا كده. سريع بس انا اقول في جواب رسمي موقع لسيد مدير الشباب والرياضه قبل ما يستكمل الدوري ايام الكورونا، ماضينا عليه 16 نادي وكان اول موقعين سيبك مني انا استاذ محمد مصلحي استاذ فايز عريبي وكل الانديه بصراحه اللي ما وضعش الاستاذ محمود الخطيب والاستاذ ماجد سعد، وقلنا له صحيا ما ينفعش الدوري يستكمل عشان العيال هيحصل لهم مشاكل صحيه لعيبه يعني مدربين، مفيش حاجه اسمها الكمامه كل شويه تكشف البتاع ده. اثنين الدوري اللي جاي يعني الدوري اللي هيكمل ده اللي احنا كملناه في شهر ايه؟ اعتقد كان شهر 4 أو 5 هيستمر لبعد شهر 12، فالدوري اللي بعديه هيستمر ل 14. فوزير الشباب والرياضه جميل يعني. وقعد استاذ فايز عريبي واستاذ محمد مصطفي ومعاه الورق اللي كلنا ماضيين عليه. لقيت انا الوحيد اللي موقع وكله شطر بتوقيع. كله شطر بتوقيع. تمام؟ واقنعهم ان نكمل الدوري. ده اللي احنا فيه دلوقتي للاسف الشديد. الدوري لما كمل الموسم ابتدى، الموسم الجاي ابتدى.